أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج كريدو. موضوع حلقة النهاردة هو سؤال كده جاي غريب يعني شوية، وهو بيقول كده: هل يعبد المسيحيون الصليب؟ طبعا هو سؤال بالنسبة للمسيحيين، إن هو سؤال يعني اللي هو مش في مكانه خالص، بس لازم إن احنا برضو بنجاوب على كل حاجة تخص الإيمان المسيحي. في البداية، هو ربما في خلط عند البعض أو السائل اللي سأل السؤال بين العبادة وبين الإكرام. يعني المسيحيون لا يعبدون إلا الله القادر على كل شيء فقط لا غير، يعني لكن حتة إنهم بيعبدوا الصليب وكلام من ده، لا ما فيش كلام ده خالص. ولكن المسيحيون يقدرون الصليب، وده زي ما قال الإنجيل كده، اللي هو: وأما من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. فنحن نفتخر بالصليب أو بعلامة الصليب أو بخشبة الصليب، ولكن نحن المسيحيون لا يعبدون الصليب أو أي حاجة أو أي شيء يعني، لكن المسيحيون يعبدون الرب الإله الخالق. وده بقى بيدخلنا في بعض الأمور لازم نفهمها، اللي هو دور الصليب في حياة المسيحيين. يعني هو ليه وجود الصليب في حياة المسيحيين؟ الصليب ده بقى رمز وبقى حياة للمسيحيين خلال عمل المسيح اللي هو المصلوب، والمصلوب اللي هو المسيح الكلمة، ان هو مات على عود الصليب، مات جسديا لأجل خلاص البشر، وبعد ذلك مات وقام من الأموات وصعد إلى السماوات وصار بكورة للراقدين، يعني في القيامة في العموم يعني. فصار اللي هو علامة الصليب هذه اللي كانت ملعونة في القديم أو في العهد القديم، كما حينما نقرأ في سفر التثنية في الإصحاح 21 هلاقي الرب الإله بيقول كده لموسى في الشريعة، بيقول له: والمعلق على الخشبة هو ملعون من الله. وقال له كده: ما ينفعش تبيت الإنسان المعلق على الخشبة إلى اللي هو اليوم اللي بعديه، لألا تنجس الأرض التي يعطيك الرب الإله إياها. ومعروف من هنا ان اصبحت الخشبه، واللي هي فيما بعد مرادف من مرادفات الصليب، لان الصليب هو نفسه من الخشب، فاصبح كل من يعلق عليه هو ملعون من الله. ويقول الرسول بولس: المسيح افتدانا من لعنه الناموس اذ صار لعنه لاجلنا. فهو صار لعنة ليه؟ لأنه حمل خطايا البشر، وهو جاء لأجل هذا. شعياء النبي يتنبأ عن المسيح يقول له كده: والرب وضع عليه إثم جميعنا. فهو أخذ خطايانا والخطية وإن هو حملها عليه، ومات ميتة صعبة، اللي هي ميتة العار أو ميتة اللي هو اللعنة وموتة الصليب. طيب ايه ربط الصليب بالخشبة اللي كانت موجودة في العهد القديم؟ انا عايز اقول لحضراتكم، لما نرجع في اللغة العبرية ونلاقي كلمة ملعون كل ما نقولك على خشبة، فكلمة خشبة في اللغة العبرية هي كلمة عتس. عتس معناه شجرة او خشبة. نفس الكلمة ديت لما دخل في الترجمة السبعينية فيما بعد، تم ترجمة العهد القديم الى اللغة اليونانية السبعينية في القرن الثالث قبل الميلاد، هنلاقي الكلمة تاخدت في اليوناني إكسيلون، وإكسيلون برضو نفس الشيء، هي معنى خشبة أو شجرة. ومن المعروف، وهنا بقى هرجع وأحب من يعني عايزين مشاهد ان انت تركز معي في النقطة ديت، اللي هو الربط بين حتة اللي هي صارت الخشبة لعنة ليه. خشبة صارت لعنة من وقت ان هو آدم وحواء أخطأوا وعصوا الرب الإله، فرب الإله لم يشأ أن يهلك الإنسان أو هو يلعن الإنسان، بل لعن الأرض وقال لآدم، ربنا قال لآدم كده: ملعون الأرض بسببك. ليه؟ عشان أنت أكلت من الشجرة اللي أنا قلت لك عليها. فأصبح اللعنة اتصبت على الأرض، فأصبح الخارج من الأرض هو الشجر اللي هو الخشب اللي خارج، فأصبح لعنة، فكل ما هو خارج من الأرض لعنة. وربنا قال لآدم وحواء كده اللي هو: الأرض لن تعطيك قوتها فيما بعد، بل هتعطيك الشوك والحسك. وهنا واحد ممكن يسأل سؤال: ليه ربنا ما لعنش آدم وحواء ولعن الأرض هنا؟ وكأنه لما لعن الأرض ليه لعن؟ عشان هي مصدر الشجرة اللي أصبحت كأداة لعصيان آدم، عصيانه على ربنا. وما لعنش آدم وحواء ليه؟ لأن الله خلق آدم على حسب صورته ومثاله. لو كان ربنا لعن آدم اللي هو أبونا الأول، لكان أصبح لعن صورته في الإنسان، صورة ربنا اللي هو عكسها على الإنسان نفسه، فهنا أصبحت صورة الله اللي هو في الإنسان أصبحت ملعونة.
فهنا أصبحت من هنا الشجرة ملعونة، وأصبحت كلمة الخشبة اللي هي نفسها كلمة شجرة أصبحت هي ملعونة. ولذلك جاء المسيح ليحمل لعنة الإنسان اللي هو خطية اللي هو البشر في العموم أو الإنسان، وأصبح هذه العلامة اللي هي علامة الصليب، وكلمة صليب باللغة اليونانية اللي هو ستافروس، والصليب معمول من الخشبة. وبولس الرسول بيشير إلى أن الصليب هو نفسه الخشبة، بيقول كده لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة. وأصبح من الصليب المسيح أعطى مفهوما آخر للصليب، وهو اللي هو بذل الذات. وهذا البذل كما أعلنه المسيح في الإنجيل، في إنجيل يوحنا، لك هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. أي كلمة بذل أي لم يبخل، أي أعطى. لو كلمة العطاء هنا لو البذل تعطي بمعنى آخر، إن الإنسان إزاي يبذل حياته، أو كيف أن الرب الإله أعطى كلمته وبذله لأجل خلاص البشرية، وكان هذا البذل هو على عود الصليب. وسيد المسيح قال أيضا علامة البذل حينما قال كده: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. وقال كده علامة التبعية والتلمذة، قال له اللي هو عاوز يبقى ليه تلميذ لازم يحمل الصليب. فكلمة اللي هو علامة اللي هو البذل والعطاء هو الصليب. الصليب حينما يكون في أي مجتمع فلا خوف على هذا المجتمع، لأن الصليب هو بذل. الصليب ليس فيه أي عداء أو أي عداوة، بل هو علامة اللي هو العطاء وعلامة الحب غير المتناهي. وكما قال السيد المسيح: ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. مفيش أحسن من الواحد يضع نفسه لأجل اللي هو محبيه أو لأجل الناس في العموم. فهكذا السيد المسيح أعلنه قبل الصليب، وهو قال لتلاميذه إن ابن الإنسان ماضٍ ويسلم لأيدي الخطاة ويصلب ويموت ويقوم في اليوم الثالث من الأموات. فأشار إلى الصليب وقال أيضا: وأنا إن ارتفعت أجذب إلي الجميع. فهنا الصليب هو علامة افتخار عند المسيحيين. ربما هناك غير المؤمن بالمسيح في العموم وبالمسيحية أو بالفكر المسيحي، فلذلك قال عنه بولس الرسول: إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة. الهالكين أي غير المؤمن، يعني الإنسان غير المؤمن بالمسيح وبعمله وبفدائه هو إنسان بمعنى هالك أي غير مؤمن. فكلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. فأصبح الصليب الذي قال عنه القديس بولس الرسول اللي هو يصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب، وبعد كده يقول لك قاتلا العداوة به، أي من خلال الصليب. فالمسيح برضو كما يضيف الرسول بولس بيقول لك: إن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه. فمن خلال المسيح ومن خلال موته على عود الصليب فأصبح لنا افتخار بالخلال عن الصليب. الصليب ليس هو مجرد هدف في حياة المسيحيين، لكنه أداة من خلالها جاء كلمة الله المتجسد اللي هو شخص المسيح، ومات خلال خشبة الصليب. فأصبحنا الصليب مكرما. ونحن نقول في الكنيسة حينما نتكلم وحينما نسبح في الكنيسة ونستشهد بالصليب في أعياد الصليب أو كان في زكسولوجية الصليب وإلى آخره، ونجد نقول كده: من قبل صليبه، من قبل صليب أي المسيح اللي هو رد آدم وبنيه مرة أخرى إلى الفردوس، اللي هو حتة كان الوسيلة اللي استخدمها شخص المسيح، بس مش هو الهدف بتاعنا، لكن المسيح هو الهدف. وهنا نذكر كما يقول بولس الرسول لك: ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع المسيح، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه. السرور يعني الحاجة الحلوة، بول من أجل السرور الموضوع أمامه بول كده احتمل الصليب مستهينا بالخزي. يعني هو احتمل الصليب لأنه جاء لأجل هذه الساعة أو جاء لأجل تلك الساعة وقتها. فالصليب هو علامة البذل الكامل من خلال كلمة الله لأجل البشر جميعا. هنا بولس الرسول كمان بيوضح نقطة لما كان بيتكلم في رسالته، بيقول كده: لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. هو كان بيتكلم هنا في الرسالة بيقول لهم: أنا مش عاوز الفلسفة بتاعت الكلام في الإيمان، ولكن أنا عايز بس ببحث عن المسيح المصلوب، أي المسيح الذي قدم نفسه فدى البشرية. فهنا من خلال الصليب نجد كيف تحولت العقوبة اللي هو أو الشيء اللي كان فيه عقاب
والمعلق عليه كان لعنة، وهي كانت لعنة نفسها اللي هو الخشبة أو الشجرة الأولى، كيف أصبحت فيما بعد الخشبة الثانية هي نفسها، كيف قدسها. وهكذا فعل المسيح في كل الأمور كان بيفعلها، بيجعل أمور جديدة من خلال الأمور الأولى، يجعل الإيمان واضح أمام الجميع خلال خشبة الصليب. لازم نبقى فاهمين كده إن المسيحيين طبعا بيعترضوا أصلا على السؤال، يعني اللي هو فكرة إن هو ممكن واحد مسيحي يعبد الصليب وكذا، ولكن المسيحيون يعبدون الرب الإله فقط ولا يعبدون أي شيء مع الرب الإله. في النهاية أشكر حضراتكم على حسن مشاهدتكم، ومنتظرين أسئلتكم على ميل البرنامج الموجود على شاشة، منتظرونا في حلقة جديدة من برنامج كريدو.